التكنولوجي مهددة للإعلام اللي بيصنف على تقليد، بل على العكس دي كلها أدوات معاونة. من 20 سنة كان مثلا أجر الصحفي ولو قلنا يساوي 10 قروش كان وقتها أجر الباحث أقل. بعد 20 سنة بقى أجر الباحث أكتر من الصحفي. طب دي لو هناخد منها مدلول، هناخد منها مدلول إيه؟ إن المخبر الصحفي زي ما كان بيتقال عليه زمان، الأخبار بقت متاحة، ما بقتش هي القصة، لكن ما وراء الخبر والقدرة على التحليل السليم لهذا الخبر بقى هو عنصر الندرة. لو بنتكلم على القاهرة الإخبارية، وده كلام حتى سمعته من امبارح يعني من بعض الزملاء وبعض الضيوف اللي منورنا، عنوان القاهرة الإخبارية هنا القاهرة عاصمة الخبر. طيب في 25 سنة اللي فاتت لما كنا بنتكلم مع الأصدقاء يعني والزملاء، هو ليه إصداراتكم مكثفة تركيزها قوي كده على مصر؟ فكان اللي بيتقال والله لأن الأخبار في مصر، والله لأن مصر هي 100 مليون. طب خلاص يا جماعة، طالما ده اعتراف مسبق يبقى من حق القاهرة الإخبارية إن هي تقول إن هي عاصمة الخبر. جمهور الأخبار الشريحة بتاعته بتتزايد، جزء منها لأن الأخبار في الأصل سلعة لا تبور، وجزء منها الظرف العالمي. الظرف العالمي اللي ربط المشاهد أولا بأخبار جائحة كورونا، ثم بدأ يربط المشاهد بأحداث عالمية بقت بتأثر على جودة حياته يوميا. هل المشاهد شريحة واحدة؟ مؤكد لا. بالتالي الأدوات اللي بيتقال إن هي بتهدد الإعلام التقليدي بقت أدوات مساعدة للإعلام التقليدي لتوصيل رسالته. وده بيتضح من ايه؟ بيتضح ان الرساله الاخباريه بتاعتك زي ما بيبقى ليها القالب التلفزيوني بشكل معين، بيبقى ليها اكتر من قالب على وسائط الديجيتال ميديا وهكذا. فكره الانتشار وتحقيق الهدف من السياسه التحريريه للاصدار دي بيحكم دايما عليها الجمهور، ولكن إذا كانت مصر بتشكل الكتلة الأكبر من الجمهور العربي، فإذا استطاعت القاهرة الإخبارية حجز مكان ليها عند المشاهد المصري أولا المشاهد العربي، فهي قناة ولدت على ساحة المنافسة. أنا بطبعي ما بتكلمش كتير على فكرة، يعني الزملاء والأصدقاء عارفين ده فيا، فحتى وإحنا بنتكلم أنا طلبت إن هو يبقى نقاش حر، فحابب أسمع من حضراتكم وتحت أمركم في أي أسئلة. شكرا لحضراتكم. أنا ولا تحياتي أستاذ أحمد. طبعاً يعني القاهرة الإخبارية مسمعة، مش عاوزة كلام، يعني الناس كلها دلوقتي بتتكلم، هي حديث الساعة، حديث هذه الأيام. الميزة في القاهرة الإخبارية اللي أنا شايفها من أول ما بدأت إنها قناة محايدة،
ولما اقول عاصمه الخبر يعني هي فعلا بتقدم الخبر كما ينبغي ان يكون الخبر المحايد، لا تميل الى راي. حتى اذا حبت تعمل مناقشات عملت برنامج للنقاش مش للصراع، مش للصراع الديكه يعني زي ما بنشوف في بعض القنوات. الفكره دي بدات تندثر لكن ما زالت موجوده في بعض القنوات، يطلع ضيوف عشان يحاربوا بعض. لا، احنا في القاهره الاخباريه مفيش الكلام ده، شايف انه بقدم الخبر المجرد الحيادي اللي بينقل الصوره الى الناس من كل مكان. وبعدين وجود شبكه من المراسلين بهذا الحجم ده سابقه جديده جدا في القنوات المصريه، فده عامل لها مصداقيه اكبر انها مسمعه بره. وانا بسمع ناس حتى من كندا بعتين لي بيقولوا لي احنا بنشوف وبنتابع، فده شيء جميل جدا ونتمنى فعلا انها يعني تسير فعلا على هذا النهج، ما دام بدات بدايه قويه بهذا الشكل يعني كلنا امل انها تستمر وتزيد يعني في تطور اكبر ان شاء الله. شكرا لك استاذ احمد. حضرتك قلت نقطه مهمه، اتكلمت عن السوشيال ميديا، الوسائل الجديده قد ايه الدنيا اختلفت النهارده عن من 20 سنه فاتت، قد ايه السوشيال ميديا بقت هي ممكن كمان ان هي تحرك يعني القنوات او وسائل الاعلام التقليديه، او على الاقل خلينا نقول تبقى مؤثره فيها. قناه القاهره الاخباريه طالعه في هذا الوقت وقناه جديده، ازاي تتعاملوا مع هذا المتغير؟ احنا بنتكلم عن يعني سوق اعلامي مختلف تماما. هو طبعا شكرا لحضرتك. هي الفكره ان هي مش مهدد، دي ادوات وسيطه مساعده. بالعكس يعني تخيلي ان اللي كان بينتج اخبار وقت حرب الخليج الثانيه احنا اكثر حظا منه، لان احنا عندنا هذا الفضاء اللي في جزء من ثانيه بيديلك الارم حصل في اقصى الارض هذا الحدث. لو انت اعتمدت على التنبيه ده فقط كده انت بتقاد، لكن قدرتك على تحليل المعلومه ووضع السياق المناسب ليها ووضع سياق التناول باكبر قدر من السرعة بما يتسق مع سياستك التحريرية، كده انت قدرت توظف وسائل يعني السوشيال ميديا او التكنولوجي بشكل عام لصالح الاصدار مش العكس. فبالتالي احنا مستفيدين جدا من هذا الامر. جزء اخر ومتعلق ايضا بالصناعة، التطبيقات التكنولوجية فادتنا جدا حتى فيما يخص الجزئية اللي حضرتك ذكرتيها في انتشار شبكة المراسلين، وهنتوسع أكتر لأن الموضوع بقى تكنولوجيا أكثر يسرا، ما بقاش معقد مش هقول من 30 سنة، من 10 سنين فاتوا. فبالتالي هي أدوات مساعدة لينا مش العكس. أولا أنا سعيدة اللي أنا شفت حضرتك. أنا سعيد والله. تاني حاجة عايزة أسأل حضرتك، يعني أنا جاية أستفيد بقدر الإمكان، أنا خريجة بقالي سنة خريجة كلية إعلام جامعة السويس، عايزة أعرف من حضرتك إزاي الطلبة اللي لسه متخرجين يشتغلوا على نفسهم وسوق العمل، سوق العمل الإعلامي بواقع التجربة يعني بسيطة جدا وما فيهوش أمانة، تمام؟ فإزاي لو حد عنده موهبة أو عايز يسعى في المجال، إيه الطرق اللي يسعى بيها ويعمل إيه؟ بس. بس أقول شكرا لحضرتك. أولا أي عمل إبداعي بيتعارض مع فكرة الأمان الوظيفي. العمل الإعلامي جزء رئيسي منه في الأصل إن هو عمل إبداعي. ففكرة الأمان الوظيفي دي عمرها ما بتبقى حاضرة في العمل الإعلامي. ده أول. الجزء الثاني هقول لحضرتك نصيحة تفضل بيها أحد الأساتذة، كان سمح لي الحظ وده فضل مؤسسة روزال يوسف عليا. كنت طلعت منحة إلى الولايات المتحدة من حوالي 12 سنة، فرحت
مدرسة بوينتر للصحافة في فلوريدا. فالأستاذ اللي كان قاعد بيحاضر وإحنا بنسأله قال لنا الصحفي بشكل عام هو شخص مطلوب منه إن هو يسبق مجتمعه بخطوة. ليه مطلوب منه إن هو يسبق مجتمعه بخطوة؟ علشان يساعد الناس ان هم يوصلوا لمناطق من الصعب ان هم يروحوها لوحدهم. اذا نجح الصحفي في ده فقد ادى مهمته. طيب علشان تؤدي هذه المهمه لازم تمتلكي مجموعه من الادوات. كل مهنه ليها ادوات. مهمتك من اول يوم لحد اخر يوم هي التعلم والتعلم والتعلم والتدريب والاطلاع والمتابعة لآخر يوم. اللي بيقول أنا كبرت على التعليم هو انتهى. ده الملخص اللي أقدر أفيدك بيه يبقى كده قلته لك. طب هستوقف حضرتك عند حاجة، حضرتك قلت العمل الإبداعي ما فيهوش أمانة. ما فيهوش أمان وظيفي. أمان وظيفي. طبعًا. لا أمانة ولا أمان ولا أمانة؟ لا الأمانة موجودة، الأمان وظيفي. لأن إحنا فكرة الوظيفة مقيدة للعمل الإبداعي في الأساس. أيوه بالمناسبة. يعني 90% إن لم يكن 99% من اللي اختاروا العمل الصحفي أو العمل الإذاعي أو العمل التلفزيوني في الأصل كانوا مش عايزين يدخلوا في مسار الوظيفة. لا أنا أقصد أمانة يعني في إيه؟ في حتة إن أنا مثلا في مواقع ما غرضها إن هي تثير الجدل وخلاص. يعني انا ما اقدرش اقيم اصدارات تانية، يعني انا في حل من ده، هو كل اصدار في الاخر مين اللي بيقيم؟ الناس. فحضرتك ممكن تبقي شايفه ان هذا الموقع مثلا مهمته الاثاره، ممكن قارئ يبقى شايفه ان هو بيلبي احتياجاته مثلا. فما اقدرش اطلق عليهم احكام وما اقدرش في نفس الوقت اقيمه. لان الجمهور هو اللي بيقيمهم وبيقيمنا، فما اقدرش. شكرا لحضرتك. طيب انا هسال سؤال سريع. اولا عندي كلمه لابد ان تقال في البدايه. انا بشكر حضرتك جدا ك يعني كمواطنه مصريه، مش هقول لك كخريجه اعلام او بعمل في العمل الاعلامي. منذ قدومك لهذه المسؤوليه وتحملك هذه المسؤوليه وانت ساهمت في استقدام يعني طاقات إعلامية إبداعية كبيرة كان لا يليق بها أبدا أن تتواجد في البيت فقط، فدي حاجة تستحق التقدير والاحترام. طاقات قاعدين مبسوطين قدامك. دي نقطة. حضرتك أثرت أيضا نقطة أخرى وهي فيما يتعلق بالجمهور. يعني بالأمس كان الحديث عن أن الجمهور الآن هو جمهور متردد متذبذب، وهذا أمر غير منطقي لأن الجمهور كما ذكرت على درجة عالية جدا من الذكاء. كيف ترى دور الجمهور في صناعة المحتوى الإخباري، خاصة وأنه أصبح متفاعل وعنصر رئيسي في صناعة كثير من الأخبار اليوم؟ هل يليق بالقنوات الإخبارية أن تستعين بالأخبار التي ينتجها الجمهور لصناعة المحتوى الإخباري؟ طبعا بشكر حضرتك على كل كلامك وعلى السؤال. فكرة ان الجمهور متردد او متذبذب او الكلام ده كله انا لا اميل ليها على الاطلاق، بل على العكس. انت بتتكلم مع جمهور من فترة ما كانش يمتلك الادوات الكافية للاطلاع والمعرفة اصبح الان يمتلكها. دي اول نقطة. النقطة الثانية ان انت مهما كانت درجة معرفتك بالموضوع اللي انت بتناقشه مهما كنت مذاكره، من المؤكد ان من ضمن الجمهور اللي بيستمع اليك من هو متخصص اكثر منك ومن هو متخصص واكثر علما في الموضوع اللي انت بتناقشه. علشان كده قلت الجمهور الان اكثر ذكاء، فالوسيط الاعلامي لازم يبقى وسيط ذكي ويحترم ذكاء الجمهور. ده رقم واحد. رقم اتنين، مسألة صحافة المواطن
ده فرضها سياق الموجود. ما تقدرش النهارده تتجاهله، لكن لا يمكن الاعتماد عليه. لو انت اعتمدت عليه يبقى انت كده بتحط مصداقيه الاصدار، سواء كان قناه تلفزيونيه او جورنال او مجله او موقع الكتروني، بتحطها على المحك. ما ينفعش، لان في الاخر الغلطه بتاعه المواطن اللي بيعمل تقرير بالفيديو على صفحته هو بيتحملها، لكن غلطه قناه بتتحملها مؤسسه كامله. وعلى ذكر كلام حضرتك، انا شاكر طبعا كلام حضرتك، بس لو في فضل انا هنا واقف بمثل 750 زميل بيعملوا في قطاع اخبار القنوات المتحده، مش شخص، وفيهم زملاء اكثر معرفه وفيهم زملاء اكثر خبره، وعندنا قطاع تدريب بيضم نخبه من الكتاب واهل المهنه. شكرا حضرتك. مساء الخير استاذ احمد. هاخد سؤالي من عنوان الجلسه بتاعتنا، تحدي وصول الاخبار للجمهور. التحدي ده ازاي نقدر نديره في خلال انه القناه هنا بقى لها اكثر من فرع في اكثر من دوله، فالتحدي ازاي يدار ما بين خلق السبق والتحقق من صحه الخبر؟ هو بيبقى في الاساس قرار تحريري. هل انت في موقع اتخاذ قرار تحريري سليم ودقيق ولا لا؟ هل انت هترتكن لما يجود به البيان الرسمي، ولا انت ليك الكوادر اللي على الارض اللي بتقدر تقول لك المعلومه، وانت تمتلك شبكه من الاتصالات والدوائر الرسميه اللي تقدر من خلالها تتحقق من المعلومة. وأبسط مثال على ده ما جرى في افتتاح مونديال قطر. تحية أستاذ أحمد. حضرتك اتكلمت على أن شعار القاهرة عاصمة الخبر مش مجرد شعار، ده بيجسد توجه للقناة. إزاي هتتعامل مع أنماط ممارسة إعلامية سبقت تجربة القاهرة الإخبارية اللي بتعتمد على فكرة خطاب حاد، خطاب في بعض الأحيان أيديولوجي، خطاب بيعمد إلى فكرة التقسيم والتفرقة؟ إزاي هتقدر تتعامل مع هذه التجربة اللي بقت للأسف أرست عند المواطن العربي نمط مشاهدة معين للقنوات الإخبارية، وفي نفس الوقت تحقق الشعار عاصمة الخبر اللي تقدر تجمع أو تعيد تجميع العرب مرة تانية؟ ده تحدي. إزاي هتوصل للجمهور الجديد اللي عنده ثقافة راسخة وثقافة قديمة فيما يتعلق بنمط أداء القنوات الإخبارية؟ طبعا بشكرك دكتور أسامة. أولا الإصدارات الزميلة في مختلف الأقطار العربية هي بتشكل ثراء، لأن هي تجارب. التجارب دي جزء كبير منها قام على كوادر مصرية، وجزء من هذه الكوادر المصرية شريك رئيسي في القاهرة الإخبارية، في الستاف بتاع القاهرة الإخبارية. فبالتالي أنت استفدت من هذه التجارب وشفت هذه التجارب ودرست هذه التجارب وقررت أن أنت تبدأ من النقطة اللي انتهى عنها. ده أول جزء. الجزء الآخر، وزي ما اتكلمنا في البداية، أي إصدار هو جزء من السياق الاجتماعي والسياسي بيحدد فلسفته التحريرية، أنت موجود ليه؟ بالتالي إذا هذا الإصدار اختار هذا النمط فهو اختار النمط اللي يحقق أهداف وجوده. بالتالي أنت اخترت رسالة إعلامية معينة وصوت معين لخطابك الإعلامي ولغة خطاب مختلفة في مخاطبة الجمهور العربي. انت مش داخل على الجمهور العربي تقلب في النواقص على الإطلاق، وفي نفس الوقت انت لا تغض البصر عن حقائق موجودة، ولكن انت لا تسعى للهدم على الإطلاق. انت تباشر عملك الإعلامي بمنتهى الحيادية والنزاهة.
داليا حسين، بشكر حضرتك استاذ احمد. انا سؤالي ذات صله بسؤال سابق بيدور حول نقطه جدليه حول صياغه الخبر، المصداقيه، الجوده، الاصدقيه. طبعا نرتبهم ازاي لما نتعامل مع صياغه خبر؟ المصداقيه، الجوده، الاسبقيه في اذاعه الخبر. المصداقيه، المصداقيه في المرتبه الاول. شكرا. هدى الصياد. اهلا يا فندم. اهلا بحضرتك. حضرتك نوهت ان التقدم التكنولوجي اللي احنا فيه دلوقتي ده ميزه كبيره جدا واداه مساعده ومكمله، وليس يعني ان هي حاجه بتعطلنا او بتقلل من شغلنا. فده بيخليني الحقيقه احيي حضرتك او احيي القاهره الاخباريه بشكل عام على اطلاق اول استوديو يدار بالموبايل او المحتوى الموجود فيه. اشكري بقى الاستاذ احمد الصياد قاعد قدامك بصفينا. بشكره طبعا، وعاوزه بس حضرتك لو ينفع توضح لنا اكتر مثلا البرامج اللي هتقدم عليها يكون محتواها ايه؟ هتكون بس اخبار ولا ممكن ندخل الجانب الاجتماعي يعني والقضايا الاجتماعيه كمان في البرامج اللي هتقدم؟ لا احنا بنجهز خريطه برمجيه كامله ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا. مساء الخير يا استاذ احمد. في البدايه انا بشكرك طبعا، لان يعني حلم انشاء قناه مصريه كان حلم بيراود ناس كتير جدا، وانا مبسوط ان يعني حد من جيلنا قدر يحقق الحلم ده، فشكرا ليك في الاول، وشكرا لضمك عدد كبير من الاعلاميين. في نقطه مهمه انا كنت يمكن شفتها في بعض القنوات العربيه بحكم اشتغلت فيها، ان انت بتتفاعل مع المتلقي بما انك بتتكلم على الجمهور. بمعنى لو مثلا خبر نازل عن الغاز، ففي ناس بتسال طب هو الغاز ده في قبرص ولا في اليونان؟ ليه ما يبقاش زي ما بنشوف في الصفحات التجاريه تم الرد وانبوكس والحاجات دي، يبقى في ادمن قاعد بيرد، لان السوشيال ميديا تحديدا تفاعل فيها مش سندر ومش مرسل ومستقبل، لا ده في تفاعل ما بين مرسل ومستقبل، ما بتجيش من قصه واحده. انا بس يعني بفكر بصوت عالي، وخصوصا في الاخبار اللي تستحق فعلا ان احنا يعني نناقش فيها الجمهور، فيها حاجات مصر تبقى جايبه فيها جون ومش عارفين نسوق ده، فليه ما نحطش محرر يبقى ادمن على صفحات الفيسبوك يرد ويتفاعل مع كل الناس بحيث ان احنا نوصل له المعلومه بشكل اكبر. شكرا جزيلا. استاذ مصطفى، استاذ مصطفى كفافي طبعا زميلنا ودفعتنا وصديقنا العزيز. هنتكلم في الفرد وهنتكلم في الواقع. كلام حضرتك دقيق وسليم وفكره عظيمه جدا من ناحيه الفرد، بل على العكس، بل سوري عفوا، بل يعني اكثر من ذلك، في مدرسه في الاداره بتتكلم ان انت دايما تتعامل مع الاداره الاعلاميه، تتعامل مع الجمهور بمنطق الكاستمر سيرفيس، الاحترام. بالظبط، انت بتقدم له خدمه في النهايه، فانت تريد ان تلبي كل طلباته واحتياجاته. انما الواقع، وانت لست غريبا على هذا الواقع، القاهرة الإخبارية أول ما أعلن خبر إن هي في قناة إقليمية لمصر اسمها القاهرة الإخبارية، اتعمل لها ثلاث صفحات مزيفة على السوشيال ميديا. ده بداية الكلام. ما افتكرش إن في إصدار إقليمي يعني حشدت لي لجان إلكترونية على مدار الساعة. الحالة اللي زي دي انت بترتكم فيها للشاشة اكتر من السوشيال ميديا، ان لو في حاجة بتوضحها من خلال الشاشة. لكن علشان يبقى في حد قاعد للسوشيال ميديا للرد، فانا كده هحتاج جيوش. لا انا ما بقولش كل الناس، انا بقول بعض الاخبار وبعض الملفات الشائكة، وبحط خط تحت الحاجات اللي مصر جايبة فيها جول، بتحتاج نقاش، بتحتاج توعية، بس حد يعرف يكتب. طبعا هي مش محتاجه اي حد، واكيد حضرتك فاهم الكلام ده، مش بتكلم في كل، صعب جدا تعملها في كل الملفات طبعا، لكن اعتقد انها محتاجه توجيه منك، بس ده مجرد يعني راي مش اكتر ولا اقل، يعني لرد روح التفاعل للسوشيال ميديا، ما بنشوفش ده بيحصل. في الاخر لا، هي في الاخر هي مهنه اتصال اسمها كوميونيكيشن، في الاخر احنا بنتكلم بعض. بالظبط. تمام. لحظه
مساء الخير. اهلا يا فندم. شيماء عبد السلام. على ذكر حضرتك ان السوشيال ميديا لا تهدد المجال الاعلامي، انا شايفه العكس، لان العوامل اللي بيتميز بيها الصحفي النهارده بقت تحصل على السوشيال ميديا، زي السرعه او الدقه او التحليل، بقت تحصل من خلال خبراء متخصصين في القضايا المطروحه او غير متخصصين. فايه العامل اللي هيميز الصحفي سوى انه هيعمل محادثه مع المصادر المنوطه بالقضيه فقط؟ حضرتك حصل خلط في الموضوع عندك. حضرتك دمجتي ما بين السوشيال ميديا كوسيط نشر، فكلام حضرتك سليم، هو في الاخر وسيط نشر، لكن هذا الوسيط هو في نهاية الامر وسيط، اذا جاز التعبير، فوار. يعني يعني الترند هيبقى النهاردة الصبح هيموت النهاردة بالليل. الاعلام قصة تانية. الاعلام انت بتشكل وجدان وبتشكل فكر وبتتعامل مع سيكولوجية مشاهد وبتبني في شخصية، قصة تانية خالص. وبالتالي جزء رئيسي من أزمة الصناعة الإعلامية النهاردة، بالمناسبة سواء بقى تلفزيون، إذاعة، صحافة، أنا دايما بتكلم عن أنها صحافة لكن ليها أشكال متعددة، بتكمن في عنصر التدريب والتأهيل واستمرارية هذا التدريب، علشان عنصر الندرة عندك النهاردة بقى في الكادر المحترف القادر على المنافسة. وأنا بقول الكلام ده ومصر ما زالت تضم أفضل الكوادر الإعلامية في العالم العربي قدام الشاشة وخلف الشاشة، وأستطيع أن أتحدى بهذا الكلام، ودي مش شفونية مثلا، لا ده أمر واقع. فبالتالي أنت بقت الجزئية عندك ما تقدرش تحول الأداء الإعلامية إلى ثقافة الترند، تبقى مستحيل. اهلا بيك استاذ احمد، معاك محمد عبد الحليم. الحقيقه انا كنت عايز اسال حضرتك سؤال معين. بالنسبه للقنوات الاخباريه الاقليميه اللي طلعت في العقود العقدين الماضيين، منهم كل واحده حاولت تتميز او تفرض وجودها على الساحه بجزئيه بسيطه. احنا القاهره الاخباريه، ايه ممكن الجانب اللي نقول اللي احنا هنخترق به السطح وبعد كده نفرض تواجدنا على الساحه كلها؟ شكرا. انت بتتكلم في اصدار عمره 28 يوم، وحتى الان، والكلام ده اللي قلته في حوار صحفي قبل كده، كل ما ظهر على القاهرة الاخبارية هو 40% ولا يتخطى 40% من قدرتها. القاهرة الاخبارية ان شاء الله في 2023 نتمنى مش هقول انها تبقى رقم واحد اقليميا، لان ده في الاخر حكم المشاهد، بس نتمنى ان شاء الله ان هي هتبقى رقم واحد في الاقليم. صباح الخير، مع حضرتك ريم السبع. على ذكر الجمهور الجديد، خلينا نركز على طلاب الجامعات، طلاب كليات الاعلام وحديثي التخرج. هل ممكن في المستقبل يكون في بروتوكول تدريبي ما بين القاهرة الإخبارية وطلاب وخريجي جامعات؟ وشكرا. أحب أقول لحضرتك إن إكسترا نيوز في سنة دربت 150، ومنهم ناس بقوا كوادر في إكسترا نيوز، وفي ناس زملاء خريجي 2021 كانوا من ضمن الفريق اللي أطلق القاهرة الإخبارية وهو خريجي 2021. دربنا في كل مجالات الصناعة، دربنا منتجين فنيين، دربنا مهندسين صوت، دربنا إعداد، دربنا في غرفة الأخبار، دربنا مراسلين، دربنا مذيعين. منهم اللي كان ليه حظ أو من حظنا إن هو بقى معانا في الفريق، ومنهم اللي راح قنوات أخرى ومبسوطين بنجاحهم. مساء الخير يا استاذ احمد، انا لما جبريل مذيعة في اكسترا نيوز معاكم ان شاء الله. بالحديث عن القاهره الاخباريه، هي مولوده ببريفليجز او مميزات الحقيقه يعني كتير،
بس ايه ممكن يكون اكبر تحدي للقاهرة الاخبارية في المرحلة الجاية؟ لانه احنا عندنا قنوات بان عرب موجودين على الساحة، الكثير منهم واصل لقطاعات عريضة من الجمهور العربي، في بعض مش واصل طبعا باسامي وارقام وبنسمع حاجات ضخمة، ولكن ايه التحدي؟ الى جانب طبعا احنا عندنا زي ما قلت حضرتك مميزات انه هي خارجة من فعلا عاصمة الخبر، خارجة من القاهرة، من قطاع كبير من الجمهور العربي، احنا موجود هنا فعلا، بس وصولها او التحديات في المرحلة اللي جاية ان هي تنافس قنوات بان عرب اقليمية موجودة وبقى لها سنوات عديدة. شكرا. بشكر حضرتك جدا. طبعا هو تحدي كبير مش تحدي سهل، وبالذات لان قنوات الاخبار هي متصلة بسياق عالمي متغير في الساعة الواحدة. يعني اللي اشتغل قبل كده في العشرين سنة اللي فاتوا القراءات السياسية كانت نمطية، تعرف محددات الحركة هنا ايه، عارف محددات الحركة هنا ايه. النهاردة لا، النهاردة التفاعلات كلها بحكم الظرف العالمي الراهن محددات اصبحت متغيرة بسرعة كبيرة جدا. انت لازم كمتخذ قرار تحريري يبقى عندك استشراف دائم مسألة ان الكوادر بتاعتك دايما بلغة الجاهزية الدايمة، اللياقة الدايمة، لازم الكادر بتاعك يبقى عنده قدر عالي جدا من الثقافة والإدراك لكل الملفات اللي تخليه يقدر يتفاعل. لازم تحقق المصداقية المطلوبة دايما، ان المشاهد يقول طالما الخبر جه على القاهرة فهذا الخبر دقيق، هذا هو الأهم وهذا هو الفوز، مش القصة ان انا اسابق فلان او اسابق فلان او اسابق فلان خالص. لو المشاهد المصري والعربي وصل لنقطة ان الخبر ده طالما القاهرة الاخبارية قالته يبقى القاهرة حققت المطلوب منها، زي ما اكسترا نيوز حققت المطلوب منها. والنهاردة بقى بيتقال الخبر ده جه على اكسترا نيوز فالخبر ده مصدق. مساء الخير يا فندم. عيني كده مع بعدين الاقي المايك. هيثم مراد، صحفي في اليوم السابع. الاول انا يعني بشكر حضرتك على التواجد، وطبعا يعني تجربه رائعه. اتمنى بس، او هو سؤالي، في كل القطاعات وفي كل الانماط الصحفيه بيكون دور المراسل دور مهم. انا مراسل في محافظه دمياط بالمناسبه، فعاوز اعرف ايه ابرز المهارات اللي لازم تكون عند المراسل لو حب انه يكون مراسل اخباري لتجربه زي القاهره الاخباريه. ايه، ومش بس القاهره الاخباريه، باخد فور اكزامبل بس القاهره الاخباريه، لكن انا راجل مراسل فعاوز اعرف ايه ابرز الحاجات المهارات اللي ممكن تكون عند المراسلين وانا بنقل الصوره لحضرتك. طبعا بشكر حضرتك جدا على التواجد وعلى التفاعل وعلى السؤال، بس هو يمكن في قنوات الاخبار المراسل الاخباري القوي ده بيبقى يعني حاجه بنتباهى بيها، ما بيبقاش عنصر مكمل، لان ده اللي بيبقى موجود على الارض وده اللي بيحقق الفارق. جزء منه عام لكل من يعمل في هذه المهنه بامتلاك ادواته، لكن هي ايضا مهنه فروق فرديه. في مراسل عينه تفرق، في مراسل عنده جرأة المغامرة مش عند التاني، في مراسل هو نهم ان هو يحقق للشاشة بتاعته السبب بوقت معين. واذكر في ده طبعا وهو مش معانا هنا في القاعة زميلنا عوض الغنام في اكسترا نيوز، خلاص بجرأته لما دخل الكنيسة اللي اصابها الماس الكهربائي وكان اول كاميرا تدخل، عوض هنا عمل الفرق للشاشه بتاعته. فدي فروق فرديه غير بقى امتلاك الادوات. بس اتفضل.
برحب بحضرتك محمد عبد العزيز، صحفي وكاتب نشرة الأوسط وقناة إكسترا نيوز، مؤسسة قناة إكسترا نيوز. سؤال حضرتك، مع فكرة ظهور قناة القاهرة الإخبارية، أهم الصعوبات والتحديات اللي واجهت حضراتكم للتغلب على فكرة يعني ظهور القناة؟ الحاجة الثانية، هل المفيد لدولة بحجم مصر التركيز على قناة إقليمية واحدة أم انتشار عدة قنوات أخرى إقليمية؟ شكرا لحضرتك. بشكر حضرتك. بص، أكلمك بمنتهى الصراحة، مش هقول لك تحدي، بس هو لأن أنت بتتعامل مع سقف توقعات مرتفع جدا في الشارع، وأنت مش عايز تخزل هذه التوقعات، بل على العكس عايز، لأن موضوع قناة إقليمية ده كان حلم عند الجمهور المصري، يعني إن هو يقعد يتلقى الأخبار من شاشته في نهاية المطاف يعني. فهو كان لو في يعني تحدي أو عبء فكرة التعامل مع سقف التوقعات، والحمد لله بفضل الزملاء محدش ادخر يعني أي جهد إن هو نبقى على قدر هذه التوقعات يعني لحد كبير، ولسه اللي جاي أحسن إن شاء الله. الجزء الآخر هي قناة إقليمية. أنا ما بعتمدش على بيان رسمي، البيان الرسمي بالنسبة لي جزء مكمل من قاعدة معلومات عريضة جدا. وده زي ما بقول لحضرتك يمكن ظهر في يوم افتتاح كأس العالم. المعلومة جت لنا من الموفد بتاعنا في قطر، قمة مصرية تركية تعقد الآن. طيب لو أنا استنيت البيان الرسمي، طبعا تحققنا من المعلومة والكلام ده كله، لو استنيت البيان الرسمي، البيان الرسمي تاني يوم بالمناسبة سواء في القاهرة أو في أنقرة قالوا مصافحة صح؟ لحد امبارح الرئيس التركي قال إن هو اللقاء استمر 45 دقيقة. فأنت بتتعامل بقواعد مهنية سليمة وبتتخذ القرار التحريري وبتتحمل تبعاته. مصطفى رضا صحفي. أهلا مصطفى. الجمهور أصبح يعني جزء كبير منه على السوشيال ميديا تحديدا عدواني بشكل كبير. هل هناك مبادرة هتقوم بها المتحدة بالتعاون مع القاهرة الإخبارية ولا العديد من القنوات يعني لزيادة نضج الجمهور ده؟ احنا عايزين ان احنا ما نبقاش شعب معظمنا كده ندخل على الصفحات معظمها وهكذا. اذا حضرتك بتسمح لي اتفضل. اول حاجة انا ضد فكرة التعميم، ان يتقال الجمهور عدواني، لكن شريحة 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 من الجمهور نشطة على السوشيال ميديا. في جمهور، ويمكن اكسترا نيوز بتحقق ده النهارده، انزلوا يا جماعه الكره والنجوع واتفرجوا على لو بتتكلم على الشرائح الابعد اللي يمكن عدسه الرؤيه ما بتروح لهاش كتير. ده جزء. الجزء الاخر، حضرتك متابع الشركه المتحده اطلقت عدد من الحملات المتعلقه بال او تخاطب الطباعه المصريه الحميده والسلوك المصري الحميد اللي هي حمله اخلاقنا اللي بتضرب دايما المثل والقدوه. وده جزء. الحاجه الثالثه، ان رغم شراسه الجمهور اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، احيانا بيبقى عنده وجهه نظر. ازيك يا استاذ احمد؟ اهلا استاذ يوسف، اتفضل. اولا مبروك، عشان انا ما باركتلكش. انا يسري فلوكس، مخرجه بالتلفزيون المصري واستاذ اعلام. وكتبت فروز اليوسف. انا الحقيقه سؤالي ليه شقين مرتبطين ببعض. الترند، ما موقع الترند في التعامل معاه اخباريا؟ وما بتكلمش على الترند اللي مسؤول بس على الاشخاص، المسؤول على الاشخاص وعلى الدوله في حد ذاتها. والشق اللي مربوط بيه، هنواجه ازاي الاعلام الموجه من الخارج أو المعادي؟ تعرف إن ده تخصصي، لأنه في كل وقت في هجمة شرسة، فإزاي من رؤيتك كحضرتك المسؤول عن شبكة كبيرة ليها علاقة بالأخبار والإعلام المعادي، هو دوره
انه ينشر اخبار خاطئه عن الدوله المصريه. وده الوعي. حضرتك لسه قايل احنا دورنا الاخبار والتثقيف. والشباب بتاعنا محتاج يوصل للمعلومات بالشكل بتاعه. ونبعد عن ترند، احنا نقدر احنا نعمل ترند. فازاي هتعمل ده مع بعض بقى؟ اشكرك. بشكر حضرتك جدا، بس خلينا يعني نرتب الاطروحات. خلينا نرتب الاطروحات بتاعت حضرتك. اول حاجه فكره الترند. هنا بنقول ان في عالم احنا جزء منه، ما ينفعش هنروح مدين ظهرنا كده نقول لا مفيش. ده عالم احنا جزء منه ولازم نستخدمه ولازم نوصفه، ده جزء. لكن الترند في الاصل هو راي عام مصنوع. راي عام مصنوع. في القاهرة الإخبارية ما مشيناش ورا مودة يلا برنامج الترند النهاردة. يعني معلش يعني مع كامل الاحترام إن أنا أطلع أقول والله الناس في غزة مهتمين بموضوع كذا وقالت الأستاذة يسرى على صفحتها مش عارف إيه، بس محمد قال ما أنا عارف إيه، نشوف بقى لما كتبت إيه. معلش هو ده محمد؟ هي دي يسر؟ هي دي لما؟ هما دول اشخاص حقيقيين؟ بالتالي هتلاقي حضرتك في القاهره الاخباريه الساعه 5 برنامج اسمه مطروح للنقاش. البرنامج ده بيتكلم يوميا على قضيه بتهم المجتمعات العربيه. ضيوفها حضرتك شايفاهم من مختلف الدول العربية بيتفاعلوا مع هذه القضية. ده جزء. الجزء الآخر، وهنا هتكلم كصحفي مصري. بصي احنا مش هنعرف الماء بالماء. مهما كانت هجمات شرسة احضر بالمعلومة الحقيقية الدقيقة واترك الناس هم هيعرفوا يفرزوا. فكرة اني اعمل قالب للمشاهد مستحيل في العالم اللي احنا فيه ده. المشاهد هو اللي بيفرز. هو مهما ده هيطعن او يقول او 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 ما طعنوا في مليون مشروع قومي. مش هما بيشتغلوا على ده بقى لهم 8 سنين قبل مجرد ما المشروع يبقى فكرة. بقى ده بيضاف لرصيد اكاذيبهم لما المشروع ده بيبقى امر واقع. طعنوا في مليون ألف حاجة. الفكرة هنا إيه؟ المصداقية أمام التزييف، وإن أنت تقدم وعي حقيقي. الوعي الحقيقي عمره ما يبقى وعي معلم. الوعي الحقيقي إن أنت بتقدم المعلومة السليمة. والمشاهد ذكي،